علمنا معنى الوفاء، علمنا ألا نخشى الآلام. 27 هارت بيت. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب عربي، اليوم معي ريفريكس. يا هلا ريفريكس. الماب اليوم راح يكون ماب عهد الاصدقاء. عهد الاصدقاء يعني مسمى انه راح يكون في روح تعاون شيء زي كذا، اصدقاء يعني. الماب من تصميم عزه، اتوقع ثالث ماب يا ثاني يا ثالث ماب من زمان. هو يقول لي راح بصمم لك ماب شيء جميل وزي كذا، فراح نستمتع في الماب ان شاء الله. يقول مرحبا بك في ماب عهد الاصدقاء، ستكون انت صديق الازرق طوال الرحله. حل عليك حل جميع الالغاز العشره بمساعده صديقك. الصداقه والتعاون وروح الفريق مهمه، لان لديكم هدف واحد، لكن احذر، لا يمكنك العبور الا من البوابه ذات اللون الخاص بك. يعني اصبر، لوني ازرق انا. اوكي، يوتيوبر رهيب. الله، انا يوتيوبر رهيب. ممكن تروح هناك؟ بابي بابك هناك كذا النظام. اوكي دخل. اوكي، ما مدني اجيك اللي يمدي. اوكي. اللي خفتني انت. خله. اوكي. طيب طيب اصبر. طب انا اضغط زر. اضغط زر. اوكي اوكي. واحد. ايه واحد اثنين. اصبر. رجع. رجع. يلا واحد اثنين ثلاثة. الله عليه. يلا الحين. عندك زر. واحد اثنين ثلاثة. اوكي تضبيط. يلا روح الاحمر وانا ازرق. يا هلا يا هلا يا هلا. تلميح. حاول حل اللغز بدون تلميح. اوكي خلنا ناخذ الامبوز. في باب هنا عندي، في زر جوا. عندك شيء؟ انت زر قريب من عندك شيء؟ لا اتوقع انه هنا. ها اتوقع انه عندك هذا. اضغطه. تفعيل حق القنابل. اوكي. اها اصبر. بدينا ندفك الباب. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. طيب نط نط. يلا حطه. يلا واحد اثنين ثلاثة. الله عليه. اضغطه. هذا هو. الله عليه. يبي حركة جامدة. هلا باللامة. نفتح اللامة ولا بخرب كذا؟ لا 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 تمشي مشي عادي. ما في شيء عندي. ما اقدر اجيك ترى. ها؟ متأكد؟ انت شلون رقيت؟ تستهبل ريفلكس، ليش تنزل اصلا؟ ما في باب هناك، ما في شيء. اكيد اكيد ما في شيء؟ ايه ما عندك امبوز انت؟ لا. هذا وشو؟ طير انت انت. يلا يلا راح 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 راح. اوكي اوكي توني افهم. ما نطيت. واحد اثنين ثلاثة بس خيران. لا السلامة. راح الاشياء اللي هذا كان طلعت لي. حاول تحل اللغز بدون تلميح. راحت الاشياء حقتي. يا ليل. لا كان طالع لي قبل شوي. والله كان معي شو اسمه ذا مسدس ليزر. والله باب مو باب شيء رقيني على فوق. طيب انا خرجتني. الله يعافيك. بابك عادي تدري. هرمنا. الله اخيرا. ون عندك كم تو هنا؟ يلا راح. افتح افتح اللي عندك. اوكي ليش تضغط؟ ما ضغطت شيء، اختفت من نفسها اللي عندي انا. وقت وقت لها. 2000 years later. فتحتها؟ ما فتح لي شيء تو. اوكي. طيب اصبر. ايوه. يا شيخ ايه. صار لازم اول ما يفتح كذا تنزل على ذي خويك يفتح، تنزل على ذي الثاني يفتح، تنزل. ما في اي عد. ما في عد لان في يصير فيها تاخير. وش بتسوي انت عشان تساعدني؟ وانا اطلب سداد صديقك. والله في زر تحت اضغطه. ها؟ سكر علي. اوكي. اسود حولي. تلميح 1. هنا فيه. ايوه. فتحت لك انا. طيب شلون الحين تمشي؟ في شيء ثاني تسويه؟ فورد فورد هنا مثلا معك هذا. هنا هنا. في زر فورد هنا. ذب لي.
بقول ثلاثة نط، واحد اثنين ثلاثة. ما نطيت. واحد اثنين ثلاثة. ايوه اضغطه. اوكي يا شيخ، تعال الحين احمر وانا ازرق. خيرهن يا رجل. اوكي هذه اتوقع والله، بس رهيب رهيبه فكرته يا اخي. هنا التلميح. اوكي هنا ما في شيء. فك لين ذا ولا ما عندك شيء؟ ما عندي شيء. دور على ال اي اي. انا في فوق عندي فتحه. عندي فتحه بعد انا هنا. طب ما توصل ذي اتوقع. الا انا. اوه ضغط سبيس ينططني اقوى. اما وصلت فوق. اوكي بس ما في زر ولا شيء. في شيء ازرق هنا ما ادري وش. اتوقع صديقك بان ينقل السياره لك عن طريق المرحله السابقه. قابل هناك. ها الفتحه اللي في يقول هل ترى الفتحه في السقف انها مجرد ديكور؟ اخبر صديقك بان ينقل السياره لك عن طريق المرحله السابقه. تعال تاخذها تاخذها. لا تصدم فيها. ها توني مأجر توني مأجر توني مأمن. حطها حك حك اليمين. ايه حلال مو بحلالك جرى الشوك. لنرى هنا هنا عندك شيء؟ طيب ما في شيء. اتوقع الثاني اتوقع الثاني. ايه سيارتي اخيرا انفكت. اوكي الحاجز. هلا بي. اوكي اخيرا ليفل جديد. اخيرا لا يمكن الذهاب بدون صديقك. لا يمكن الذهاب بدون صديقك. يلا 3 2 1. يقول لا يمكنك الذهاب بدون صديقك. لا تخليني حبت عليك. اها انت اخذ احمر وانا اخذ كذا. في زر شفت. انت ازرق يمديك تمشي تحت. اوكي والله فكره رهيبه اقسم بالله فكره رهيبه. كيف سواها؟ نزلت نزلت شغلت هذا. يقول شو اسمه مروحه سرعه قصوى. انت الحين اي صح طيرني فوق. طيرني ايوه جميع المراوح سويت. لا لازم تدير قدام ثاني اشوفه. لازم توديني له. فعلت زر شيء انت؟ جهاز تغيير وشو؟ ما في ازرار. انت ما بدك توصل؟ اوه والله الماب في تعقيد بسيط بس انه حلو. والله حلو مره. وشو؟ جهاز تغيير وزن في 40 ذا. وزن الريشة، وزن طبيعي، وزن الفيل. وات؟ امشي امشي. ما ادري جايب العيد انه. تلميح. ناخذ تلميح؟ هذا الازرق. حلو حلو. اتوقع الحين انت اللي تنزل. تعال. خليك التلميح ذا خليك منه. ايها الصديق الاحمر، هل تتذكر في المرحلة السابقة عندما صعدت الاعلى لايقاف جميع المراوح؟ لقد كان هناك زر في الاعلى، اذهب اليه بوزن الريشه. انا الاحمر، تعال ودني. وزن الريشه. احتاج الصديق الازرق الى وزن الريشه والاحمر الى وزن الفيل. يوجد فتحه في السقف، اضغط على الزر هناك في الوقت المناسب. انت تحتاج الفيل، انا الريشه. تعال. يلا. اوكي. ضبط الحين. مستعد. يلا. وصلت؟ اخيرا. ايه. وش الحين؟ اوكي. اوووو اخيرا. اخيرا تلميح. وش ذا؟ هذا ستيج؟ اوكي. ناخذ تلميح ولا بدون؟ اصبر لا تقرا. انا يمديني انزل. اوكي افتح شيء. افتح شيء. لا يمكنك الذهاب لا. اتوقع عندك شيء تحت زر شيء. عطني اياه طيب. افتح ذا. ايوه. انت اللي تاخذ هذا اتوقع ولا؟ طيب وقف خليني باخذه. ولا هذا مسدس. شكله اجل. اقعد انطط 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 لين اوصل. وقف وقف. امش 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 امش. ما يمديك.
اصبر. اوه وش ذا؟ لا جبت ريد. الله جبته. هذا شلون تعداها؟ اوه انت ما تصنع الان نمرح قليلا. سباق بسيط، عد الى ثلاثة وانطلق. اوكي اصبر 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 ثلاثة اصبر. طيب اخذت حسبتك. اصبر اصبر اصبر. يلا 3 2 1 جو. انت فعلت حقك اول. ها؟ وش ذا؟ ليقف كل واحد في مكان يضغط على زرين في نفس الوقت. اوه يقول ليقف كل واحد منكم في مكان يضغط على زرين في نفس الوقت. خلينا نعد مع بعض. ها وقف، خلي يروح الثلج. ما عليك بالثلج، امشي يلا. 3 2 1 بسم الله. العوه يمين بالله انه جاود. كمل كمل. نطيت انا بالغلط، نطيت بالغلط. كمل طيب، ولا جاب العيد فيك؟ طلعني برا الماب. طلعني. شيت. هلا بي. اصبر. احد الاصدقاء ايه النغمة. حتى استمر في صناعة مابات؟ رائع. علمنا معنى الوفاء، علمنا الا نخشى الهلاك. يمين بالله انها جامدة. اقسم بالله هني. اصصصصصر تشغل اغنية عدد الاصدقاء. هذه هو. شوف ما جابها كاملة بس حلوة، والله حلوة. ما ادري ساحة القتال هنا. تبي تنزلي 1 في 1 ريفليكس؟ هننزل خروج. اتمنى انك قضيت وقت ممتع، والله ممتع لما انا بس انحشرنا شوي يعني. الى اللقاء. هلا بي. خسر. هيهي. والله العظيم الماب رهيب. 70% من الاشياء اللي لعبناها افكار جديده. اوكي كود الماب في الديسكريبشن، واذا تبون تدعمون الشخص مثل ما قال لكم في اخر الماب لا تقصروا معه. يعطيكم العافية جميعا على كل شيء تسوونه. شكرا لكل واحد ضغط لايك، شكرا لكل واحد حط كود شوف بي اس ال. واللي يبغى يشترك عند ريفليكس قناته في الديسكريبشن بعد، اشتركوا عنده وضبطوه اشتراكات زي كذا. واشوفكم على خير في امان الله. سلام.